شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. إذا في كتير شوب أسرع وأهين طريقة لتبريد، حيلا غرفة إنستافريش من أحدث تكنولوجيا لترتيب وتبريد الجو. هي عبارة عن هالمكنة يلي ما قلنا إلا نعبيها مي بس ونوصلها بالكهرباء وندورها ونتركها تشتغل، وهي كفيلة بتبريد الغرفة يلي نحن قاعدين فيها. إنستافريش مش بس بتبرد الجو، بتنقل هواء الملوث كمان، وأهم شيء إنه فينا ننقلها من غرفة لغرفة وبتمشي على 3 سرعات. إنستافريش ما بتأذي البيئة، وفيكن تحصلوا عليها ب 59 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. قديم نعطي الهم بس بدنا نقطع شيء، بدنا نشيل الكاتينج بورد والسكين المناسب لكل شغلة، والتقطيع بياخد معنا وقت والتنظيف كمان، بس مع كوب إكسبرس نحلت هالمشكلة. كوب إكسبرس هو سكين وكاتينج بورد بنفس الوقت، بقصلنا حيالة شغلة بدنا إياها بثواني. بقص 10 مرات أسرع من الطريقة التقليدية، بقص الجزر، البصل، الخيار، الذرة، بطاطا، جبنة، دجاج واللحمة. كوب إكسبرس مزود بروستور لتسريع عملية القص، ومزود كمان بقفل لسلامتنا لنضبه من دون ما ياخد محل. فيكن تحصلوا على الواحد ب24 دولار، على 2 ب30 دولار. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. من نحن وصغار ما فينا نشوف غزل البنات وما نطلب من أهلنا يجيبولنا منه. هلأ صار في كوتون كاندي ميكر ماشين سعره 42 دولار، بتخلينا نعمل كوتون كاندي ببيتنا بطريقة مهضومة نحن وجمال الأولاد حولنا وعم نلعبون. حتى بالبيرثدايز الأولاد فيهم يستعملوها لأنه طريقتها كتير سهلة وآمنة، وأكيد بينبسطوا فيها كتير. بدكم بس تحطوا سكر مطرح الفراغ بالنص وتكبسوا زر الأون للدور، تمسكوا حيالة ستيك بإيدكن وبتصيروا تبرموا ليلف السكر عليها، وهيك بصير عنا أطيب كوتون كاندي. إذا بدكن يهون ملونين بتحطوا السكر بكولوران وبترجعوا بتحطوه بالماشين وبيطلع اللون يلي بدكن ياه. تصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبتحصلوا على هالماشين ب 42 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان، بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما يكون إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. شعرنا فريزي وعم بعزمنا تنملسه أو بدنا نعمل براشنج بسرعة لأن إجينا مشوار ضروري ومش قادرين نروح عند الحلاق. هالفرشاية هي الحل. ستريت برو على الكهرباء مصنوعة من أجود أنواع السيراميك، بتحمى كتير بسرعة وفينا نقوي أو نخفف حرارتها مثل ما بدنا، وأكيد فيها LCD سكرين تنحط الحرارة يلي بتناسب نوع شعرنا، وفيها توصل لل 230 درجة. يعني قد ما يكون الشعر صعب تمليسه، هالستريت برو بتقوم بالمهمة وشعرنا بيملس بسرعة. فيكن تحصلوا عليها ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55. قدام نتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، وأوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع إيربيلو ما بقى نعطل هالهم لأنه بتناسب كل الناس.
فيها 65 مليون ميكروبي، بس نحط راسنا عليها هي بتتأقلم على الوضعية يلي أخدناها ويلي بتناسبنا وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لأسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا إيربلو مغلفة بقماش بيتنفس لنومة منعشة وصحية أكتر، وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يطوروا أو يزيدوا، كما أنها بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. إيربلو فيكن تحصلوا عليها ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما عليكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 وبتوصل لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. مين منا ما بحب مفروشاته وسجاداته خاصة طيب ونضاف ومرتبين؟ ديتاش إكسبرس مسحوق واحد ووحيد رح يريحك من كل هالمسائل والبقع يلي برأيك مستحيل تروح. ديتاش إكسبرس فينا نستعمله للغسالة على الإيد وفينا نرشه بخاخ، طريقته كتير سهلة على البقع، فاتر زيوت شو ما كانت كله بيختفي مع ديتاش إكسبرس وبسرعة. فينا نستعمله على الموكات، على السجاد، على الشراشف، على الكنبيات، فرشة التخت، وأكيد على التيب حتى الحرير. مواصفاته فرنسية، وأهم شغلة إنه كمية صغيرة قادرة على إزالة عدد كبير من البقع وبثواني. بنظف كل شيء، والميزة الأهم إنه بحافظ على نضارة الألوان. ديتاش إكسبرس هو كيلو بيضاين مدة كتير طويلة، وفيكن تحصلوا عليه ب 40 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، ما إلكن إلا تتصلوا ببستلر على 01 44 55 55 وبيوصل لعندكن فري ديليفري. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.